مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوار القاهرة. فوت علينا بكرة عبارة شهيرة في الشارع المصري تعبر لدى المصريين عن تعنت الروتين والبيروقراطية في المصالح الحكومية التي يقصدونها. لمواجهة ذلك، في مصلحة الأحوال المدنية بدأت الهيئة القومية للبريد التعاون مع المصلحة لتقديم خدمات مثل استخراج بطاقة الرقم القومي، استخراج شهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وغيرها من وثائق هنا في مكاتب البريد. تشمل هذه الخدمة توصيل هذه الوثائق واستلامها هنا في مكاتب البريد أو حتى إيصالها إلى محل إقامة المواطن، خطوة يعتبرها كثيرون ستحارب الروتين والبيروقراطية. فكيف ينظر إليها المصريون، وهل ستنجح هذه التجربة وتعمم على جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؟ هذا هو السؤال المحوري الذي نتقصى عن إجابته من خلال جولة تقودنا إلى هنا إلى داخل مكتب البريد. سنجري لقاءات مع مواطنين ومع المسؤولين عن هذه الخدمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي الحال؟ اهلا بيك. حضرتك جاي تعمل ايه بالظبط النهارده؟ جاي اجدد البطاقه. اول مره تعرف انه الاجراء ده ممكن يتم في مكتب؟ بالظبط اول مره. عرفت ازاي؟ من والدي بصراحه. والدي بيخش يسيرف على الانترنت شويه، فهو قال لي المعلومه لما عرف ان انا كنت عايز اجدد البطاقه، وقال لي روح شوف البريد. طيب انت شايف الخدمه ازاي؟ رائعه. ما عملتش حاجه، اديته البطاقه واديته الفلوس وخلاص كده. وبعدين البطاقه تجي لك على البيت ولا البطاقه ممكن اجيبها ماخدها من هنا متهيالي، وممكن تيجي على البيت برضه لو انا عايز. تيجي لك على البيت بالظبط. ودي نظير رسوم اضافيه. انا مش مدرك، ما خدتش لسه الرسيد، بس متهيالي هي كلها. تاخد الرسيد وتقول لنا. ماشي، ناخد الرسيد. لا مفيش حتى رسوم اداريه زياده. صح، هي 59 بس. طيب الاجراء ده يعني بيوفر عليك ايه؟ بيوفر عليا مشاوير كتير وورق كتير. يعني انا جيت خلصت في 5 دقايق بالظبط، ما كملتش 5 دقايق اصلا بس. وده اجراء يعني جميل. مكتب البريد انا اتخضيت اصلا لما دخلت النهارده الصراحه. ليه اتخضيت؟ المنظر والبيلدينجز والتجديدات والترميمات، ومكان جديد كويس وخدمه سريعه. يعني هل الخدمه دي هتخليك مثلا تقول لاصحابك لقرايبك؟ اكيد. اكيد. هل النوع ده من الخدمات لما كان بيتم في يعني مصلحة الأحوال المدنية، السجل المدني، كان بياخد وقت أطول؟ أنت مش متخيل الطابور عشان بس تاخد الورقة الأول. عشان تاخد ورقة بس كان في طابور، وبعد كده عشان تقدم الورقة في طابور، وبعد كده عشان تستلم في طابور بس. فأنا دلوقتي جيت خلصت 5 دقايق، فده أكيد طبعا إنجاز. وحتى لو في رسوم اضافيه عادي مفيش مشاكل؟ مفيش مشكله، بس انت بتوفر من حياتك 3 4 ساعات ملوش لازمه. طب خليني برضو اسال الاستاذ على مساله انه بعد ما الاستاذ هيعمل الاستماره، هيملى الاستماره، هيستلم الشهاده ازاي او البطاقه ازاي؟ وانا مفيش استماره خالص، مفيش استماره اصلا. هو معلي لما بدخل بيانات البطاقه على الحاسب تمام، ويديني ان البيانات تمام كويسه مظبوطه مطابقه، يعني بيطلع ايصال بالمبلغ ويجي يستلمها بعد 3 ايام 72 ساعه. في الحاله العاديه يعني كان ممكن يستلمها بعد قد ايه من السجل المدني؟ السجل المدني 15 يوم 15 يوم مش اقل من كده. بالنسبه للمستعجل كان بس برضه اسبوع، مستعجل اسبوع تقريبا يعني. فهنا اصلا يعني انا اسرع من المستعجل كمان بتاع السجل المدني. والخدمه دي ممكن تشمل مش بس البطاقه الرقم القومي؟ لا، تشمل كمان شهاده ميلاد مميكنه وشهاده طلاق وزواج وقيد عائلي للمره الثانيه بس. كل الاجراءات دي او كل الشهادات دي للراغبين في استخراجها ممكن يحصلوا عليها هنا، وممكن تحصل في نفس اليوم، ممكن يستخرجوها في نفس اليوم. لا، هي بعد 72 ساعه. بعد 72 ساعه؟ بعد 72 ساعه. تمام، بعد 72 ساعه. حضرتك جاي تعمل ايه؟
انا جاي اطلع البطاقه. عرفت عن الخدمه دي ازاي؟ من جراني فلقيتها فاضله، فقلت فرصه انا بدل ما اروح للاحوال المدنيه وتعب وكده انا افضل طبعا. احنا برضو لما سجلنا مع احد المواطنين قال لنا انه هيستلم البطاقه خلال 3 ايام، ودي ده موعد كويس بالنسبه لك؟ هو كويس ان انت قريب من مسكنك تبقى افضل طبعا لما تروح الاحوال المدنيه وتاخد طابور وكده، فده بيخف الضغط طبعا بيبقى افضل كتير يعني. بس الرسوم اعلى بعد ساعات، تبقى مش مشكله الرسوم بس مشكله خدمه يعني، لو خدمه بفضل احسن طبعا مش مشكله الرسوم. لو احتجت مثلا يعني استخراج وثائق اخرى زي شهادات ميلاد يعني حاجات زي دي قيد عائلي برضه هتلجأ لمكتب البريد؟ اكيد افضل طبعا من احوال المدنيين ان عليهم ضغط كتير يعني، فلكم فورم بس هنا الدنيا اروق كتير واحسن كتير افضل. هل تتوقع انه يحصل اقبال من الجمهور على الخدمه دي؟ بالتاكيد طبعا بالتاكيد هيحصل اقبال كتير، بس يا رب بس يستوعبوا الضغط عليهم. ايه الخدمه اللي ممكن حضرتك تبقى عايز انك تعملها في مكتب البريد غير كده مثلا، غير الوثائق دي والحاجات دي؟ هو طبعا في حاجات كتيره، لو في حاجات مصرفيه طبعا لو هم تشعبوا فيها طبعا دي تبقى شيء فاضل طبعا تبقى افضل يعني. حضرتك جاي تعمل ايه؟ بعمل شهاده ميلاد لابني. طب ليه في مكتب البريد مش في السجل المدني؟ لاني تابعت الاخبار ان في الخدمه دي بتتقدم في مكاتب البريد، ورحت علشان استخرج شهاده ميلاد لابني ببساطه في مكاتب البريد بتبقى ابسط بكتير يعني. السجلات المدنيه بتبقى الدنيا زحمه فيها كتير بس اغلى. مش مهم، المهم الخدمه تبقى متميزه وما اقفش كتير وانا بستخرج الشهاده. قبل كده يعني صادفتك يعني صعوبات في استخراج وثائق من مصلحه الاحوال المدنيه؟ المشكله دايما كانت في الطوابير، بيبقى في عدد كبير قوي من المواطنين بتستخرج شهادات وبنقعد فتره طويله قبل ما بنطلع اي ورقه، فده في حد ذاته بيعطلني عن ان انا اقوم باي حاجه تانية. بس طب هتيجي تاخد الشهاده من هنا ولا هتستلمها من البيت؟ لا انا اقدر اخدها من هنا برضو لاني مكان شغلي قريب من هنا، فاقدر اخدها من هنا برضو. ايه الشهادات اللي ممكن يعني تلجأ لمكتب البريد علشان تستخرجها غير شهادة الميلاد؟ ممكن تجديد بطاقة الرقم القومي برضو، لو عندي اي وثيقة زي الكود العائلي ممكن استخرجها من هنا، اي حاجه، اي وثائق ثبوتيه ممكن احتاجها ممكن ارجع لمكتب البريد ان انا اطلعها يعني. عرفت عن التجربه دي من وسائل الاعلام ولا حد قال لك؟ وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي. حاسس انها ممكن تنجح ويبقى الاقبال عليها شديد؟ هي خدمه مميزه جدا في مكاتب البريد لان هي الواحد ما بياخدش اكتر من دقائق معدوده في استخراجها، فانا شايف ان هي حاجه مميزه جدا يعني. نستكمل حوارنا مع الموظف المسؤول عن استخراج الوثائق الرسمية أستاذ حسام، معلش هنعطلك شوية كمان. إضافة هذه الخدمة لعمل مكتب البريد شايفه إزاي؟ هو بيوسع الدائرة بالنسبة للأعمال البريدية تمام، وبيخلي العميل بيخش في مكان واحد يعمل جميع الحاجات اللي هو المصالح اللي هو عاوزها. وأنت كموظف بالنسبة لك ده بيمثل إيه؟ بيمثل شموليه ليا بالنسبه لكل الاحوال، مثلا بالنسبه للشامل كشغل كامل تمام، بتديني انا كخبره وبتديني يعني شغل اوسع يعني. قبل ما تشتغل في هذا المجال هل حصلت على مثلا تدريب معين؟ طبعا خدنا تدريب بالنسبه للخدمه ازاي اتعامل عليها تمام، واصلا كده اصلا انا كشباك موحد انا شغال عليه كشباك واحد يعني. لا بس مساله استخراج الوثائق للاحوال المدنيه يعني حاجة جديدة على مكتب البريد، فبالنسبة لك انت ما كانش ده يمثل مثلا عيب يعني قلق انك انت يعني ما تعملهاش زي ما بتعمل شغلك العادي؟ هو قلق بالنسبة كحاجة جديدة، انما هو بالنسبة كشغل هو لما اشتغلنا فما فيش اي حاجة خالص يعني. هو انت بتدخل بيانات بطاقة مثلا
اسمه ورقم بطاقته وبياناته الخاصه، وبتطلع له بعد كده انه اوكي مثلا السجل المدني موافق عن استخراج البطاقه دي، وبتطلع بعد كده بثلاث ايام. هل في يعني دورات معينه لرفع كفاءه الموظفين اللي زي حضرتك فيما يتعلق بهذه الجزئيه بالذات، ولا المساله مش محتاجه؟ بالنسبه كمعامله جمهور احنا اصلا كده كده واخدين كورسات كمعامله جمهور، اوكي، انما كخدمه مثلا زي هي بتعتبر خدمه زي خدمه زي الخدمات الثانيه، فبتبقى يعني هي سلسله موحده مثلا على شبك موحد على شبك نفس الخدمه او كده، انما معامله الجمهور هي بتبقى طبعا ليها تطلب معامله خاصه وبيبقى فيها دورات يعني على طول. من خلال الكام يوم اللي من ساعة ما بدأت هذه التجربة، هل عندك ملاحظات نقلتها لرئيسك المباشر؟ هو بالنسبة للأخ يعني أغلبية الناس اللي عاوزة تطلع كله أي حاجة مفكرة إن هي هتطلع كل مثلا متعرفش إن هي مثلا البطاقة تاني مرة بس، أو ما هي عاوزين كل حاجة عاوزين يبعدوا عن الاسم خالص، عاوز يجوا أو السجل المدني ويجوا هنا يعملوا كل حاجة مثلا بالنسبة للبطايق بالنسبة لشهادة ميلاد أي حاجة، ومفكرين إن مثلا أي حد يجي يعمل أي حاجة المفروض مثلا اللي هو القرايب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أما إزاي بس دي إنما بالنسبة للبرنامج ما فيهوش أي أقصى. الأستاذ نادر صادق ميخائيل مدير مكتب بريد جهليوب الصغر، أهلا بحضرتك. أهلا بك. كم عدد المكاتب على مستوى القاهرة اللي بيقدم خدمة استخراج الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية؟ بص، هي طبعا في البداية مش متعممة على كل المكاتب، لكن هي داخلة مراحل، كل شوية بيدخلوا مرحلة، فهم واخدين في حدود 500 مكتب على مستوى الهيئة يأدوا الخدمة دي، المكاتب اللي هي المميكنة اللي فيها التطوير اللي بيحصل الجديد في الفترة الحالية. هل التجربة دي تم دراستها في الأول، إيجابياتها كانت أكتر من سلبياتها علشان كده طبقت، ولا هي مجرد تجربة وخلاص؟ يعني هو في طبعا اتجاه في الدولة ان البريد بعدد مكاتبه الكتيرة وانتشاره في القرى وفي المحافظات يعني يكون بيعمل خدمات كتيرة للناس، يعني ابتديناها بالشبكة الموحدة للحسابات ان اي حد يسحب في اي حتة من غير رسوم، وابتدينا دلوقتي نطور المكاتب اللي هي البنية التحتية بتاعت المكاتب من اماكن تليق بالعملاء واماكن كمان تليق بالموظفين ان يقعدوا في مكان كويس ويشتغلوا في بيئة عمل كويسة، فهم بيحاولوا يعملوا الاتجاهين مع بعض، يدخلوا خدمات جديدة مع ان هم يطوروا في البيئة اللي بيقعد فيها الموظف ويبقى شغال في بيئة عمل كويسة مريحة، بحيث ان اي خدمة تتحط تسيع للناس الجديدة اللي هتخش البريد وتتقدم الخدمات بشكل أفضل طبعا من الأوقات السابقة. يعني إلى أي مدى الخدمة اللي أنتوا بتقدموها بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ممكن زي ما بيقولوا المصريين تحارب الروتين القاتل؟ بس طبعا أنا عاوز أقول لحضرتك إن الخدمة دي ابتدت يوم 17، من قبل يوم 17 والناس بتسأل على الخدمة بتاعت الأحوال المدنية، يعني ناس عاوزة ترتاح من قصة بتاعت السجل المدني والطوابير بتاعت السجل المدني. طبعا في ناس عملاء يعني بتبقى مكسلة جدا تروح مثلا الأحوال المدنية، فهو بالنسبة له هو بيحط في دفتر توفير أو بيعمل حساب جاري أو بيعمل حوالة فورية، يا أنا ممكن أعمل أطلع بطاقة بدل منتهي أو بدل فائد، ده حاجة جميلة جدا. طب أنا ممكن أعملها دلوقتي، فين الاستمارات؟ مفيش استمارات، أنت بتتسجل بياناتك على الشاشة من غير ولا استمارات ولا أي حاجة ولا من غير أي قيود بأصل البطاقة اللي موجود، أو لو البطاقة مثلا بدل فائد بصورتها بندخل البيانات و في خلال 3 ايام من 3 ايام لخمس ايام بتوصل الحاجه بتاعه العميل. البدايه بتاعه القصه دي احنا بنسجل البيانات، بتتسجل مباشره على مصلحه الاحوال المدنيه، فمصلحه الاحوال المدنيه بتفحص الطلبات اللي هي موجوده
يشوفوا لو هو يستحق ان هو يعمل الحاجه دي وما فيهاش اي مشاكل بيطلعها له وبيبعتها له للبريد، بيبعتوا له مسج ان حاجتك وصلت للبريد اتفضل خدها. فطبعا دي حاجه هو بيجي هنا على مكتب البريد ياخد الشهاده بيطلع بياخد بناخد منه الطلب نسجله على الكمبيوتر وبيجي ياخد الطلب بعد ما بتوصل له رساله ان الحاجه بتاعتك وصلت البريد. طيب هل في خدمه توصيل الحاجه دي منكم بعد ما انتم بتسلموها من مصلحه الاحوال المدنيه لمنزل المواطن؟ اكيد متاح الموضوع ده، ان لو بس طبعا بمصاريف اداريه اعلى سنه بسيطه، لكن متاح ان طبعا نوصل له الحاجه من خلال البريد لغايه محل الاقامه. طيب المصاريف اللي هو بيدفعها هنا في مكتب البريد علشان يستخرج مثلا بدل فائد رقم قومي او شهاده ميلاد او شهاده زواج عقد زواج او الى اخره، الرسوم دي بتبقى اعلى من الرسوم اللي كان هيدفعها في السجل المدني؟ اعلى حاجه بسيطه، يعني مثلا سي ممكن تقول على شهاده الميلاد 17 جنيه، طبعا في ظل ان انت بتوفر له مواصلات ان يروح للسجل المدني والطوابير، فدي بالنسبه له بتبقى لا ولا حاجه. البطاقه الرقم القومي ب 59 جنيه بتوصل له في خلال 5 ايام. طب هي سعرها العادي بكام؟ سعرها ب 20 جنيه وبياخدها بعد 15 يوم. طب انا ادفع 59 جنيه واخدها بعد 5 ايام وبوسيله مريحه، طبعا بتبقى بالنسبه له بلاش. طبعا يعني مش كل الشرائح الاجتماعيه تقدر تعمل ده اكيد، بس هي بالمقارنه للاتعاب بتاعه السجل المدني تقدر تقول ان هي مميزه، يعني كتير شويه بالنسبه له بس اسرع واوفر وقتا. الرسوم دي بتروح عندكم انتم في هيئه البريد ولا بيروح جزء منها لمصلحه الاحوال المدنيه؟ لا هو طبعا الرسوم بتاعه البريد 4 جنيه، فهي حاجه لا تذكر وما بنبيعش استمارات ولا اي حاجه، ده هي هو بيجي بالبطاقه الرقم القومي لو بدل فائد او بدل منتهي، وليها طبعا ضوابط من خلال الاحوال المدنيه ان كانت ايه الناس اللي تسري عليهم الموضوع ده، يعني في مثلا بدل المنتهي ليه ضوابط معينه، بدل الفائد ليه ضوابط معينه، يعني ولازم يبقى اول مره مخرج البطاقه من السجل المدني. كل الوثائق والشهادات اللي بيطلبها المواطن بتقدم بطلب علشان يحصل عليها ليها موعد محدد للاستلام ولا بيتراوح من شهادة الأخرى؟ أنا عاوز أقول لحضرتك تجربة، احنا بعثنا الشغل بتاع يوم 18 يعني من 3 أيام وصل النهاردة، الشغل ده وصل النهاردة 21 يعني 3 أيام، فدي تجربة طبعا يعني جميلة جدا. الوثائق هي الرقم القومي وشهادات الوفاة والزواج والبلاد، شهادات ميلاد ووفاة ورقم قومي، كل الحاجات المستفرغات اللي من السجل المدني. قاعدة البيانات بتاعة المواطنين المصريين ده يعني تعتبر يعني من أسرار الأمن القومي، هل في ضمانات يعني ضمانات أكيدة للحفاظ عليها هنا في هيئة البريد ولا مش ولا أنتوا ما لكمش يعني دخول على هذه القاعدة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا كمواطن بيتقدم لموضوع الخدمة المدنية هو بيدينا رقم القومي، يعني أوريدي هو مع رقم القومي، إحنا بنضرب الرقم القومي والرقم الكود اللي تحت صورة المواطن، احنا ما بناخدش اي بيانات زياده، احنا بنسجل البيانات، هو في السجل المدني بيدينا تكمله المعلومات دي ينفع تكمل بعد كده ولا يلزم رجوع المواطن للسجل المدني، فاحنا ما فيش اي يعني دي فيها طبعا سريه جامده جدا جدا للمواطنين، ما بنعرفش اي حاجه غير السجل المدني بيتواصل من خلال النت، لا نكمل لا نقف يرجع للسجل المدني او نكمل، فبتجينا مسج نكمل للخطوه اللي بعدها ولا لا. ايه الخدمات الاخرى اللي ممكن يعني تتوسعوا فيها؟ يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي انتوا بداتوا التعاون مع مصلحه الاحوال المدنيه في استخراج وثائق يعني معينه، هل في نيه لتوسع هذا التعاون؟ يعني اعتقد بس مش عارف طبعا التحديد طبعا بتبقى مع
رئاسة الهيئة إن في حاجة غالبا للجوازات السفر، يعني اللي أنا أعرفه على حد علمي إن في حاجة برضك لجوازات السفر برضك يعملوا حاجة زي كده، لكن مش في الوقت الحالي، يعني في دراسات لحاجات زي كده. أستاذ نادر شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. شكرا ليك ونورتونا. شكرا. فاصل قصير نتابع بعده الجزء الثاني من حوار القاهرة، فابقوا معنا.